اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج حدث في مصر. لينا مجموعه من الحلقات بنقدمها لحضراتكم من داخل حي الاسمرات. النهارده حلقتنا مختلفه، النهارده بنتكلم عن الحرف والمهن اللي بيتم تعليمها للمواطنين اللي موجودين في حي الاسمرات. هنتكلم عن التدريب المهني، هنتكلم عن المصانع الصغيره اللي موجوده، هنتكلم عن ازاي بنأهل الشباب اللي موجودين في حي الاسمرات لانهم يكونوا عمال مهره في المستقبل. تابعونا وحلقة جديدة وحدث في مصر. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. وانت ماشي في مصر سليم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. الأستاذ مدحت هو مسؤول الجودة في المكان اللي احنا فيه، هنتعرف عليه أكتر، وكمان بنأكد لحضراتكم أننا موجودين في حي الأسمرات، بنتجول في الحي وبنشوف الخدمات اللي بيقدمها للمواطنين، وكمان بنشوف المصانع وورش التدريب والخدمات اللي بتقدم لتعليم المواطنين اللي موجودين في حي الأسمرات. أستاذ مدحت، خلينا نتعرف على المكان اللي احنا فيه. المكان عبارة عن ثمرة تعاون ما بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة. هنا بنقبل الطلبة من الحاصلين على الإعدادية لغاية سن 40 سنة، يعني ممكن يكون حد عنده لغاية 39 سنة ومعاه إعدادية قديمة، ممكن بيقدم ويخش كطالب يتدرب عندنا. التدريب بيبدأ طبعا هنا، بيخشوا ما عندهمش فكرة عن مكان الخياطة خالص، يعني حاجة لسه ألف بيه يعتبر. يتدربوا بقالنا شهرين ونص تقريبا، في خلال الشهرين ونص دول وصلوا لمرحلة انهم طلعوا بعض المنتجات، منها قميص رجالي ومنها روب وبعض المنتجات تانية، وفي طلبيات تانية اتعملت لبعض مصانع كتشغيل ليهم، يعني مش للمنتج للسوق. بيجي لحضرتك الشباب من الإعدادية لغاية 40 سنة زي ما حضرتك قلت، لازم يكونوا ساكنين في حي الأسمرات؟ فضل طبعا يكونوا من حي الأسمرات، بس طبعا لو حد يتقدم من المناطق المجاورة برضو زي المقطم أو بعض المناطق اللي حوالينا برضو بنقبله. أهم حاجة الالتزام، لأن هنا بندرس نظري وبندرس عملي، يعني هنا في بعد 3 سنين المستهدف إنه بيحصل على دبلوم صنايع، ومفترض ان هو لو من الاوائل ليها بيبقى له درجات يتعين معانا، او ممكن يقدم في حاجات دراسات اعلى من كده كمان من الدبلوم. بمدة الدراسة حضرتك قلت 3 سنين، بتبقى المواعيد ايه؟ يعني زي العام الدراسي العادي في اي مدرسة بره، ولا المواعيد مختلفة؟ نفس المواعيد بتاعت الدراسة، بس اعتقد لما بيبقى في اوردرات، لان احنا هنا بيهيئ العامل ان هو الطالب انه يبقى عامل، مش عامل فني بس، لكن عامل فني ونظري، يعني على اساس انه بيدرس الباترون وبيدرس، يعني بيخرج من ال3 سنين ممكن يفتح مكان خاص بيه. فالوضع بتاعنا ان احنا ممكن بيجي لنا اوردرات، ممكن الاوردرات تبقى فتره الصيف فبينزل، لان هما بيحصلوا على مكافاه توازي الاجور اللي بيشتغلوا بيها في مصانع خارجيه، يعني لو واحد منهم بيشتغل في مصنع وهنا بدا يشتغل وبينتج بياخد نفس المكافآت اللي بتوازي مرتبه لو اشتغل في مصنع قطاع خاص. يعني هو بيدرس وفي نفس الوقت بيتعلم حرفة هتفيده وهيطلع بشهادة بتؤكد ان هو ماهر في الحرفة دي، وكمان بيشتغل بيقبض فلوس. ايوه فندم، هنا الطلبة بياخدوا مكافآت، طبعا في البداية في التعليم بيبقى مكافآت قليلة، لكن مجرد بينزل انتاج بتبدأ مكافآتهم بتوازي المرتب اللي بياخده في مصنع بره، مصنع قطاع خاص كمان مش قطاع عام. احنا شايفين ان كمان موجودين ولاد وبنات، مش بنات بس. ايوه ولاد او بنات او حتى لو رجال او ستات حاصلين، اهم حاجه يبقى مع الاعداديه ومش شرط السن، لغايه 39 سنه المهم يكون في شهاده الاعداديه. مواعيد التواجد هنا في التدريب بتبقى من الساعه كام للساعه كام؟ احنا مواعيدنا الرسميه المفروض من الساعه 8 صباحا لغايه الساعه 4. اوكي، برضه لما بيبقى فيه اوردرات زي اي مصنع قطاع خاص بيبقى فيه اوفر تايم، ممكن بنصل لغايه 6 او لغايه 8 حسب ظروف الطالب الموجود قدامنا وحسب كثافه الشغل المتواجده في المكان. عدد الطلبه اللي بيدرسوا هنا قد ايه؟ يعني احنا شايفين ان كل
يعني حجرة في عدد من الحجرات، كل مكان بيبقى فيه قد ايه طلبة؟ احنا عدد الدفعة اللي هي السنة اول السنة دي، لان دي اول مرة يعني اول سنة لينا، كانت متقدم في حدود 90، والمنتظم دلوقتي حوالي 87 85 طالب. طبعا حسب كثافة الأوضة، يعني الأوضة دي مثلا سي شايلة 25 مكنة، فبتواجد 25 طالب، وبعض برضو التجهيزات زي المكاوي أو حاجة زي كده حسب الاستيعاب بتاع الأوضة، لكن ما بيخشش على الأوضة أكتر من العدد اللي هي تقدر تستوعب. كل واحد ليه المكنة بتاعته؟ بيتناوبوا على المكن في فترة التدريب، على أساس إن مثلا في بيبقى كفاءته كويسة بيقعد على السنجر، أوكي، ولو كفاءته أقل شوية بالأنواع المكنات حسب أنواع المكن. يعني عندنا مكان عراوي والزراير، عندنا المكاوي، عندنا مكان الاوفر طبعا والسنجر، اوكي، وعندنا بعض المكان الحديث اللي يعتبر في مصانع الملابس الكبيره زي اللي في العاشر، زي مثلا جيب الشقه دي مكنه متخصصه تعمله، لكن هنا برضو العامل بيتدرب عليها وبيتدرب يعمل جيب الشقه على المكنه العاديه، يعني سواء تواجدت المكنه الحديثه او المكنه التقليديه الاثنين بيتدرب عليهم. هي مهاره لازم ان هو يكتسب. هي صنعة، فبنديها له من الألف لليه، وطبعا حسب استيعابه، لأن مش كل بيبقى مثلا زي أي شهادة وليكن الثانوية العامة، مش كله بيجيب 100%، لكن في بيجيب 70 وبيجيب 80 وفي بيجيب النمرة النهائية، أوكي. نفس الحكاية هنا برضو، بس احنا أي طالب موجود بنحاول إنه هيئ له مكنة وحسب إمكانياته الفنية واستيعابه، لكن مش هنحمل حد فوق طاقته ولا هنهمل حد يكون عنده الاستعداد ان هو مثلا يبقى افضل من غيره، ان احنا نخليه في المستوى الاقل منه. الأستاذ مصطفى هو مختص بالمواد النظرية اللي بتقدم للطلبة هنا، هنتكلم عن بيدرسوا ايه. برحب بحضرتك معي. زي صحتك، الحمد لله رب العالمين. بحضرتك بتقول لهم ايه في النظري، بيتعلموا ايه؟ بيتعلموا 9 مواد، عندنا مادة تكنولوجيا، وعندنا مادة مقايسات، ورسم فني، ورياضة، وانجليزي، وعربي، ودين. المواد النظرية اللي بياخدها اي طالب. ايوه تمام. مدة الدراسة يعني الجزء النظري احنا عرفنا ان هو اقل شوية من العملي، لانه مهتمين جدا هنا بالعملي اكتر من النظري. ومدة الدراسة عادي احنا بناخد من الساعة 8 لغاية الساعة 10 نظري، ومن بعد الساعة 10 لغاية 4 عملي. حضرتك برضو بتبقى موجود وهم شغالين عملي؟ طبعا بنزل الاشراف هنا، لان بتابع الطلبة، لان انا برضو مسؤول عن الطلبة كلها. حضرتك بتشوف كمان اذا كان اللي درسوه نظري بيطبقوه عملي ولا لا، لان ده مهم. بالطبع لازم برضو هنا بيطبق فينا بعض الحاجات، الاشكال اللي هم بيدولهم على الورق، بنزل اشوف الطالب لو عامل في مشكلة بنعملها، لو في اي حاجة الطالب بيحتاجها بنقولها له. الدراسة النظري مهمة لانهم يفهموا هم بيعملوا ايه. بالطبع ما كانش هيتعلم نظري مش عارف يتعلم عملي، فلازم يتعلم الاثنين. ايوه لازم كمان يقدر يعبر عن اللي هو بيشتغله بايده، يقول انا بعمل كده ليه. في ماده اسمها ماده الفن الرسمي طبعا هو بياخدها، اللي بيطبقه فوق او اللي بيشرحه له الباشمهندس مدحت بيجي بيطبقه هنا. ايوه لازم الرسم الفني طبعا بيطبق كل اللي هو بيذاكره في الرسم الفني بيجي بيطبقه هنا. حضرتك شايف مستوى الطلبة في الأداء النظري، يعني قيمه لي كده. يعني الفكرة كلها ان الأداء بتاع النظري يعني استوعبوا، وتسأليهم هم يعني لا بقى نسبة المستوى بتاعهم بقى اكتر من 70%، لان برضو ما تنسيش ان انا خارج برضو من الإعدادية، ودي فترة بتبقى أصعب فترة عند الطالب من فترة الإعدادي للسنة، وبتبقى أصعب فترة. فما كناش نلائم الطلبة ونعلمهم اللي هم كانوا، الإعدادية دي مرحلة غير المرحلة الثانوي،
بس. وهم كمان دلوقتي بيتخصصوا في حاجه واحده في قبل الاعداديه كانوا بيدرسوا مواد مختلفه. احنا دلوقتي في تخصص ملابس جاهزه، هو بياخد الدبلوم بتاعنا وممكن بعد ما بيخلص الدبلوم بتاعنا ممكن يكمل في معاهد خاصه وفي معاهد لما السنتين وفي معاهد حكوميه وممكن يخش جامعات عندنا. ممكن يبدا يفتح ورشه خاصه بيه. هنا برضو قالوا لهم هنا برضو هنا في ميزه ان هم ممكن يعملوا مشاريع بعد 3 سنين، يعني كل صف مثلا كل مجموعه ممكن يعمل مشروع لنفس مختص بيه. والدوله بتوفر دلوقتي قروض للشباب للمشاريع الصغيره. في يعني سهل التسهيلات. طبعا في تسهيلات جامده وكمان قالوا لهم هنا في ممكن بعد 3 سنين ممكن يبقى في مكان ليكوا بالقسط او حاجه زي كده. موجودين مع حضراتكم في حي الأسمرات، وزي ما بدأنا حلقتنا وكنا بنتكلم عن المصانع اللي موجودة وعن التدريب المهني اللي بيتم للناس في حي الأسمرات، احنا دلوقتي موجودين في مصنع متخصص في صناعة السبح موجود في حي الأسمرات. معنا الأستاذ إبراهيم هيكلمنا عن بداية المشروع وفكرة الإنشاء المصنع وليه هنا في حي الأسمرات. برحب بيك معي. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم يا فندم. عايزه اعرف حضرتك فكرت ليه تعمل مصنع للسبح هنا داخل الحي؟ هو اول الفكره كانت فكره السيد، انا اسف جدا، السيد رئيس حي الاسمرات حسن الغندور كان بيدور على فرص عمل للناس هنا في المدينه ان هم يشتغلوا جوه المدينه، فاحنا عرضنا الفكره عليه وقلنا له احنا ممكن نعمل مكان نشغل فيه عدد 200 واحد. فقال طبعا رفع بفكره كويسه، قال كويسه يعني الفكره وكده، فقال ان احنا نعرضها على المحافظ ويديني عليها موافقه. فباذن الله تم الموافقه من السيد المحافظ والسيد رئيس الوزراء عليها باذن الله، وبعد كده تم التشغيل بالنسبه للناس هنا. انت فعلا مشغل 200 فرد؟ لغايه دلوقتي وصلنا 155، هيكملوا اكتر من 200 باذن الله. بتعملوا ايه بقى؟ بنعمل الحرف كلها، السبح كلها بحرف الايديه كامله من اول بدايه التصنيع لغايه نهايه السبح. الحبايه نفسها الخرزه اللي بتتعمل منها السبحه. بالظبط، من اول بتيجي خامه عندنا بتوصل لغايه اخر مرحله. الشباب اللي موجودين بيشتغلوا اعمارهم قد ايه وبتعلموهم المهنه من اولها ولا يعني ايه شروط الاول عشان الناس تشتغل معي؟ هو الشروط عندنا شروط باذن الله، هو طالما يعني سن عندنا بيتراوح مثلا من 17 سنه لغايه 45 عادي، مش مشكله، اهم حاجه يكون عنده حرفه او عنده فكر ان هو يتعلم. ان طبعا عندنا ما شاء الله هنا 50% بيتعلموا و50% جايين عندنا اصلا كانوا من الاول اصلا هم صنايعيه يعني. فاللي اللي بيتعلموا دول بيقعدوا اكتر من شهر بيتعلموا، بعد كده بفضل الله بيكونوا متظبط بيكونوا صناعي باذن الله تعالى. التعامل مع الاجهزه والمكن اللي موجود دقيق جدا، وبعدين في نسبه انه ممكن حد ايده تتعور يبقى يكون في مشاكل، فلازم يكون العامل اللي قاعد على المكنه واعي وصاحي وفايق ومركز. بالظبط، هي مبدئيا عامه اللي بيجي يتعلم ما بندخلوش في الحاجات اللي هي الصعبه قوي، بندخله في الحاجات اللي هي السهله، بتصاعد 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 لغايه ما يوصل لاصعب مراحل. انه مش هينفع واحد جاي النهارده ادخله اقول له خش اشتغل على حاجه يقطع يتعور او يحصل حاجه زي كده. الناس اللي هي عندها حرفه قوي هم دول اللي بيمسكوا الحاجات اللي فيها التقطيع، وايوه الحاجات اللي زي كده كلها. مواعيد العمل بتبقى قد ايه؟ هي مواعيد العمل للرجال من 9 لـ6، والسيدات من 9 برضو لـ4. حضرتك من سكان الاسمرات؟ لا مش من سكان الاسمرات. لكن مشروعك في الاسمرات. مظبوط مظبوط. طب قول لي العماله هنا اخبارها ايه؟ لا جميله جدا، كويسه جدا. والتزمين والمواعيد، يعني ناس منقوله ساكنه جديد في حي الاسمرات بتوفر لها فرص عمل، هم بيستجيبوا وبيشتغلوا. بيجيبوا ال 50% و 50% مش عايزين يشتغلوا يعني. يعني بنجيب ناس. خلينا مع ال 50 الايجابيين. هم الموجودين دول هم الايجابيين. يعني عندنا ما شاء الله لو جم 100 بيستقر منهم 50 والباقي مش عايز، ما بيحبش التزام، في ناس كتيره ما بتحبش التزام عندنا هنا. يعني بيجي يومين ثلاثه وفي الاخر عايز يمشي. طبعا كان عايش في حاجات هو عايز يتمادى فيها، احنا ما عندناش الكلام ده، عندنا التزام. ما ده مهم ان احنا ننقي الناس اللي عندها استعداد انها تشتغل ونعلمهم، اللي بيلعب بقى خليه مع نفسه مش هيوصل لحاجه. السبح والحرف اليدويه من السبح من المصنوعات القديمه في مصر، يعني من الحاجات المهمه جدا في مصر، وهي ابتدت تنقرض بس بفضل الله سبحانه وتعالى اتجددت الايام دي الحمد لله.
لسه موجودين في حي الأسمرات وبنتكلم عن الخدمات اللي بتقدم للمواطنين للطلبة للشباب اللي موجودين داخل حي الأسمرات، ومنها الحرف اليدوية اللي بنعلمها للشباب بيكسبوا منها رزقهم. معانا دلوقتي الحاج مجدي، هو هيكلمنا عن فكرة إنشاء مصنع للسبح وكمان العمالة اللي موجودة والشغل اللي بيشتغلوه علشان يتعلموا حرفة تنفعهم. مرحب بيك معانا. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب. حضرتك قلت لي شيخ السبح. أنا شيخ السبح مجدي منتصر. بقالك كم سنة بتشتغل السبح؟ حوالي 40 سنة. 40 سنة أبا عن جدا. بدأت الحرفة من أولها يعني؟ وإبراهيم ده ابن أختي وابني، وإحنا شراكة مع بعضين وبدأنا المشروع ده أمنية حياتنا يعني فيه. أيوة. ليه فكرتوا أنكم تعملوا المشروع داخل حي الأسمر؟ هو في نسبة كبيرة طلعت من المناطق الكتيرة من العشوائيات، فهو من نسبة لهم المهنة دي فيها مكسب وفيها حلو يعني بعدين قدام ليهم يعني. بتكسبوا كويس من الموضوع؟ الحمد لله. السبح يعني الحبايه بتاعه السبحه بتتعمل بفن؟ طبعا بفن، ده في طبعا خامات كتيره ليها يعني. طبعا في خامات كتيره. انتوا اللي بتعلموا الشباب اللي بيجوا من الاول خالص؟ لان احنا عيله كلنا تجار سبح ودي مهنتنا يعني. ايوه. فلما بيجوا لكم الشباب بتبداوا تعلموهم بقى؟ بنبدا نعلمهم، وهم تعلمهم بالنسبه لنا احنا لما بنعلمهم هم بيستفيدوا اكتر. ايوه، عشان دي مهنتنا وهما بيستفيدوا منكم وانتوا كمان بتعلموهم وبتستفيدوا من المنتج اللي فيه. في منهم اللي بيتعلم وبيقعد معانا بيستمر، وفي ما بيستمرش اللي هو ايه ما بقاش عايز يشتغل. لكن عايز يشتغل وعنده طموح، مهنه كويسه جدا جدا اللي هي بتنقرض من مصر، المهنه اليدويه دي يعني. يعني انت سيادتك شايفه كده كل ده مهنه يدويه. ايوه، كلهم بيشتغلوا بايديهم والتفاصيل يعني. انا شايفه الخامه من وهي قبل ما تبقى حبايه فن. في انت برضو في هنا عندنا اقسام حكاكين واقسام بتعمل وصيان ابانوز وكهرمانات وكل حاجه. كل الخامات مش يعني مش بلاستيك مثلا؟ لا احجار كمان. احجار، وفي بنشتغل برضو في مرجان ونشتغل في سن وفي ابانوز وفي كوك وفي خامات كتيره يعني. كله يعني. بس كل نوع حجر بيبقى محتاج بقى واحد متخصص يكون يعني نسبة الحرفية عنده عالية عشان ما يبوظ الحاجة دي. حاجة، وانت ما تروح سالت القسم تانية تلاقي في حاجة تانية. القسم تانية احنا عملنا اقسام. ايه الفرق ما بين البنات والشباب؟ يعني البنات بيعملوا ايه والشباب بيعملوا ايه، ولا كلهم بيشتغلوا نفس الحاجة؟ والله اقول لك بقى على حاجة، احنا عندنا الحريم هنا شغالة كويس. والله. طب هاي هما السيدات بيشتغلوا هاي وقاعدين على مكان، قاعدين على مكان بيعملوا الحباية. والله قسما بالله عندنا نسبة الحريم كويسة جدا جدا يعني. وبيشتغلوا بينتج من الساعة 9 عشان هم بيودوا عيالهم مدارس الصبح الساعة 8:30 بيرجعوا 9 أربعة بيمشوا من 9 ل 4 وملتزمين وبيشتغلوا والشغل بيطلع من تحت ايديهم جودته عاليه جدا. وسيادتك لو جيتي مشيتي شويه كده وشفتي اوريك هنتفرج على كل حاجه. انا تحت امر سعادتك. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباه وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. وانت ماشي في مصر سلم، علي رباه وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتابه حاضر، علي بتربي ابنها من صغره يكبر علي بتربي ابنها من صغره يكبر يبقى راجل. عالبناء والبناين والخضار والفلاحين والايدين الشقيانين، لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع. خلص
خلصت حلقتنا. الحقيقة متفائلين جدا ببكرة، يعني لما يكون موجود النهاردة حي الأسمرات 1 وحي الأسمرات 2 وفي مجموعة من الشباب وفي مجموعة من الخدمات والحرف اليدوية اللي بتقدم للشباب علشان بكرة يكونوا عمال مهرة مؤهلين عارفين انهم يفيدوا نفسهم ويفيدوا مجتمعهم. كمان الدولة بتوفر لهم القروض الصغيرة والمشروعات الصغيرة، ازاي ممكن بكرة يكون مستقبلهم أحسن. النهاردة حلقتنا خلصت بمنتهى التفاؤل والأمل. استنونا بكرة وفريق عمل جديد، ودايما مع حضراتكم حدث في مصر.